في الوقت الذي كانت تعاني منه الدعوة الإسلامية من السرية ومن يعني التكتم من أذى المشركين، كان الحمزة رضوان الله تعالى عليه هو المتصدر والسباق إلى أن يعلن إسلامه على الملأ، في حين إعلان هذا الإسلام زلزل هذا الخبر قلوب قريش وأخافهم، لكون كان الحمزة سلام الله تعالى عليه هو البطل الخاص بقبيلة قريش اللي كان يفر من الأعداء ولا يستطيع أحد ولا يتجرأ على مواجهته، فكيف بهم وهو قد أعلن إسلامه ودخل إلى الشق الآخر وهو النور والهدى، بدل الضلالة وعبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى. كانت يعني هذه الأنباء يعني كصاعقة على رؤوس قريش، وكذلك أثلجت قلب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يدل على البذرة الطيبة والطينة الطاهرة لهذه السلالة التي تهتدي وتتأثر بالحق وبنور الإسلام. خلينا مشاهدينا الكرام نتحدث أكثر حول هذه الشخصية العظيمة، مكانتها وعلاقتها بالنبي وقربها منه صلى الله عليه وآله، وكيف جاهدت وحاربت في سبيل الله سبحانه وتعالى. خلينا نتابع هذا الموضوع في فقرة حديثنا بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الأكارم، عندما يذكر أو نقول أسد الله ينصرف الذهن إلى ذلك البطل الصنديد الذي جاهد بنفسه وبكل ما كان يمتلك من قوة ومن إرادة ومن عزيمة في أن يذب عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هناك الحديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: من يزرني ولا يزور يعني قبر حمزة سلام الله عليه فقد جفاني. فهذه المكانة مهمة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاءت هذه المكانة فقط للقرب القرابة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لمكانته، لكيف ذب عن الإسلام وعن الدين. وما مقتل إلا حقيقة هي رسالة توصل إلى أنه هذه الشخصية كانت تقلق الكفار. لنتعرف على مكانة هذه الشخصية الجليلة وكيف ذاد عن الإسلام وعن الدين الإسلامي وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ينضم معنا الشيخ حسنيان الخاقاني الحلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجورنا وأجوركم، الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله. نتحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونرفع عزاءنا إلى إمامنا الثاني عشر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بمصاب هذه الشخصية، شخصية الدين والعقيدة والرسالة، الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله عليه، الذي استشهد في واقعة أحد في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله. وهذه الشخصية طبعا في هذه العجالة لا يسعنا أن نخوض في تفاصيل حياته الطاهرة، لأن هذه الشخصية التي حوت معالم المجد والسؤدد، وهو ابن سيد البطحاء، والذي نعتته السماء بأسد الله، لأنه عندنا في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن اسمه مكتوب على ساق العرش، أن حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله. فهذه الشخصية التي نعتتها السماء وأعدتها لهذه المسؤولية حماية الرسالة، بل هو من وزراء النبي صلى الله عليه وآله. طبعا أن هنالك الوزير الأول للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو الإمام المفترض الطاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، علي بن أبي طالب. إلا أن هنالك شخصيات أعدتها السماء لحفظ الرسالة وللدفاع عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله، ومن هذه الشخصيات في بواكير الرسالة وفي الصدر الأول من الإسلام، وهو الحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك
عندما نمر بسيرته من خلال الروايات الشريفة ومن خلال الآيات المباركة، نجد أن هذه الشخصية لها من الاصطفاء ولا من القرب مما أهله أن يكون من الشخصيات المصطفاة، يعني ممن لهم دائرة اصطفائية في الدين وإعداد في الدين، لا كما يأتي بعض المؤرخين الذين لهم تلون بالطابع الأموي ويحاولون أن يصرفوا هذه الشخصية إلى اللعب وإلى اللهو وإلى شرب الخمر والعياذ بالله. ومن هنا أن المستمع الكريم عندما يرجع إلى الروايات التي وردت عن النبي الأعظم أو عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، نجد أن بيت أبي طالب وأسرة بني هاشم ممن حرموا الخمر على أنفسهم وكانوا على الحنفية البيضاء، وكان لهم دفاع عن الدين وعن رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وأنهم آثروا أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وفداء للدين. ومن هنا ما ذكره أعلام المؤرخين أنه حمزة عليه السلام لما رجع إلى بيته كان لما يرجع يطوف بالبيت ويرجع إلى بيته، وفي ليلة رجع إلى بيته فلما مر حمزة بمولاة ابن جدعان قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمدا آنفا من أبي الحكم هشام لما وجده ها هنا، يعني أبا جهل، يقولون قالت له بأنه سب النبي صلى الله عليه وآله وشتمه، فاحتمل حمزة الغضب فخرج يسعى ولم يقف على أحد معدا لأبي جهل، إذ لقيه أن يوقع به فلما بصر به ضربه ضربة منكرة فشج رأسه، وكان طبعا القوم ينظرون إليه يمينا وشمالا فلم يتجرأ أحد أن يدنو منهم. ولذلك عبارة المقدسي من المؤرخين يقول: عز به النبي صلى الله عليه وآله لما دخل إلى الإسلام. حس الروايات أنه دخل إلى الإسلام السنة الثانية أو السنة الثالثة، هو من الرواد الأوائل الذين حاموا النبي صلى الله عليه وآله ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وولد قبل عام الفيل بسنتين، هنا رواية ورواية بأربع سنين، وشهادته في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله. وأمه عليه السلام أمه هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، يعني ابنة عم آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله، ولقب بسيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله، وله من الأبناء أربعة، ثلاث أولاد وبنت واحدة. هذه الشخصية شخصية المجد والإيثار والتضحية في سبيل الله صلى الله عليه وآله، لو أراد الباحث أن يستوفيها حقها لطال به الحديث ونظر في أنه في بطون التفاسير والسير. ومن هنا نجد أن أئمة أهل البيت، هذه ملاحظة مهمة أن نلتفت إليها، أن أئمة أهل البيت في كل موقف يبينون عظمة الإسلام وعظمة رسالة النبي صلى الله عليه وآله، فتقرن أوصاف حمزة: ومنا، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام، ومنا أسد الله وأسد رسوله، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. طيب فضيلة الشيخ، ماذا أعطى الحمزة رضوان الله تعالى عليه لرسالة المحمدية؟ مواقفه في الإسلام، قتاله، دفاعه وذبه عن الدين الإسلامي، تفضلوا. الحمزة عليه السلام كان أطوع للنبي صلى الله عليه وآله، أطوع له يعني إذا عبرنا من ظله، كان له طوعانية إلى النبي وإلى رسالة النبي عن وعي وعن عقيدة وعن رسالة، وهذه رسالة إلى الشباب، وهذه رسالة إلى المسلمين، بأن الإسلام دين وعي والإسلام دين عقيدة ودين فطرة، وهو الداعي إلى مرضات الله عز وجل وإلى الكمال، والفطرة الداعية إلى الحق. فلذلك حمزة عليه السلام كان واعيا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله، ومؤثرا هوى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على هواه. ولذلك منذ رسالة النبي، منذ بدئها ويوم الدار،
كان حمزة عليه السلام ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعبارة المقدس يقول عز به النبي صلى الله عليه وآله وأهل الإسلام فشق ذلك على المشركين فعدلوا عن المنابذة إلى المعاتبة وأقبلوا يرغبونه بالمال في المال والأنعام، لكنه أبى ورفض إلا الدفاع عن رسالة النبي وعن النبي صلى الله عليه وآله بوعي وعقيدة وثبات جنان. أحسنتم. إذن الشيخ حسينين الخاقاني الحلي الباحث الإسلامي، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات التي ذكرتها وهذه النصيحة للشباب كما ذكرت الآن للجميع إن شاء الله. أحسنتم وعظم الله أجوركم، وإن شاء الله بهذا الوقت القليل أنرنا على هذه الشخصية الجليلة. شكرا جزيلا لكم، موفقين إن شاء الله. الله يحفظكم. الله شكرا جزيلا لكم، في أمان الله. إذا من هذا الحديث من خلال الشيخ نستشف بأنه مسألة جدا مهمة، أنه كان يعرف بعصبيته وبانفعاله الشديد، ولكن هو وظف هذا الموضوع للدين الإسلامي. صحيح. ولا يخرج عن هذه الصفة حتى وإن كانت متأصلة فيه، جعلها يعني غضبه وسرعة الغضب اللي موجودة عنده والحمية اللي موجودة عنده في خدمة الدين الإسلامي والدفاع عنه والذود عنه إن شاء الله. الحمد لله، يعني كانت هناك صفات كثيرة جميلة في الحمزة، يعني مع أنه مقتله كانت مقتلا شنيعا يعني على يد الكفار والمشركين من قريش، وكان هو يعني أكيد شيء انتقامي مقابل ما قتل من الفريق الآخر، لكن الله سبحانه وتعالى كرمه وأعطاه هذه المنزلة والمكانة ولقرابته من الرسول صلى الله عليه وآله، وكذلك ذبه عن الدين الإسلامي. أحسنتم، موفقين إن شاء الله.